بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده تصميم البايل كومبايل فوتينج والستراب بيم على بايل. الكومبايل فوتينج زي ما خدنا في الشالو فاونديشن، كومبايل فوتينج دي قاعده بتربط عمودين مع بعض، دي هي كومبايل فوتينج. نفس الكلام كومباين بايل كاب، بايل كاب بيربط عمودين مع بعض على جروب اوف بايل بالشكل ده كده. الكومباين فوتينج عموما شكلها اهو في الطبيعه، قاعده ربط عمودين مع بعض، وبتبقى عموما الكومباين فوتينج الشكل بتاعها يا اما ريكتانجولر يا اما يبقى عندي عمود جار واضطر اربط عمود الجار ده بروبرتي لاين، ان خط الجار اربطه بعمود داخلي بواسطة كومبايند فوتينج بالشكل ده كده. الشيب ده والشيب ده للكومبايند فوتينج ريكتانجولار زي ما انتم شايفين. ممكن لو يبقى شكله القاعدة ترابيزويدال لو حمل العمود ده اكبر من حمل العمود، وديت نادرا ما بتحصل ان الحمل العمود اللي هو عمود الجار ده يبقى اكبر من العمود الداخلي، اللي على اساس ان ده بيبقى شايل اريا اكبر من الاريا اللي شايل العمود ده. لكن على فرض ان عندي حاله بالشكل ده كده، حتى لو ما فيش عمود جار وعايز اعمل قاعده ترابيزويدال، العمود اهو حمله كبير وده عمود حمله صغير وعايز اربطهم ببعض بقاعده، يفضل انك تعمل قاعده ترابيزويدال بالشكل ده كده او ستيب فوتي بالشكل ده كده. اهي ده حمل العمود ده اكبر من حمل العمود ده، في الحاله دي ما يفضلش ان انا اعمل ريكتانجولار فوتي لان هيبقى فيها اكسنتريستي عاليه سواء هنا او هنا، ده في حال اختلاف الاحمال. الكلام ده للشالو فاونديشن اللي انت درستها السنه اللي فاتت، نفس القصه برضه بالنسبه للباين كاب على كومبايند فوت او كومبايند بايل كاب، يبقى بالشكل ده كده اهو، عمود جار مثلا او عمود تاني مش لازم يبقى عمود جار، مسافه بينهم صغيره. لو طلعت ده ايزوليتد بايل كاب ده لوحده وده ايزوليتد بايل كاب ده لوحده، هيدخلوا في بعض الخوازيق والمسافات بين الخوازيق وبعضيها مش هتكفي. يعني لو عملت ده ايزوليتد بايل كاب بالشكل ده كده وده ايزوليتد بايل كاب برضه بالشكل ده كده، هتبص تلاقي المسافات بين الخوازيق المسافه دي اقل من 2 فاي اللي هي قلنا المينيمم ديستنس، يعني تدخل الخوازيق في بعضيها، فهضطر اربط ايه الجروب دي كلها بقاعده واحده كومبايند بايل كاب. كمان شكل القاعدة سواء بايل كاب، انا كل كلامي زي ما انت شايف كده على الشالو فاونديشن والديب فاونديشن على بايل. شكل القاعدة الكومبايند ممكن يبقى السمك بتاعها سمك واحد، سميها فلات ها او سلاب تايب سمك واحد، او اعمل لها كاميرا مقلوبة بالشكل ده كده انفيرتد تي سيكشن، انفيرتد تي سيكشن سلاب اند بيم تايب، كاميرا مقلوبه بالشكل ده كده، وده اقوى اللي هي انفيرتد تي سيكشن ده كاستراكشر اقوى من السلاب تايب اللي هي بسمك واحد. القصه دي برضو زي ما قلت بطبقها على الحالتين، الشالو فاونديشن كومبايند فوتينج والديب فاونديشن كومبايند بايل كاب. نشوف الفلسفه بتاعت تصميم الكومبايند فوتينج في الشالو فاونديشن وفي الديب فاونديشن اهي. السلايد دي مهمه وبتشرح القاعده المشتركه دي بتشتغل ازاي. بتشتغل في الدايركشن الطويل ده ككاميرا، كاميرا بالشكل ده كده اهي، الدايركشن الطويل كاميرا، بحيث ان السبورت في الاخر اهي كان انا بصمم كاميرا والسبورت هو العمود بالشكل ده كده، ده العمود. يبقى في الدايركشن الطويل دي هتشتغل الكاميرا والمومنت هيبقى بالشكل ده كده عليه اهي.
بحيث هنا الشد هيبقى فوق في النص، ده المومنت فوق اهو، هحط له الحديد الرئيسي بتاعه فوق. هنا المومنت تحت اهو، هحط الحديد الرئيسي تحت اللي هو بالشكل ده كده، نتيجة المومنت اللي تحت ده في الدايركشن الطويل. طيب عشان دي تشتغل كاميرا كستراكشر مظبوط في الدايركشن الطويل، السبورت ده بالنسبة للعرض ده هو السبورت ده نقطة صغيرة، فهيحصل هنا ديستربنس. لا، قال لك في الدايركشن العرض ده بتتولد هنا كاميرا اللي هي باللون الاسود ده وباللون الاسود ده اهو، كاميرا هيدن بيم الدايركشن العرضي اهي، ابعادها العرض بتاع القاعدة كله والبعد في الدايركشن الثاني عباره عن عرض العمود زائد دي على 2 من كل ناحيه، دي على 2 من كل ناحيه، ده عرض الكاميرا الهيدن. كان الكاميرا الهيدن دي هنا والكاميرا الهيدن دي هنا، هي السبورت اللي هي ده اهي وده اهو، السبورت في الدايركشن للدايركشن الطويل. انت خدت في الخرسانه العاديه اهي، لو ديت كاميرا بالشكل ده كده لها عرض، غالبا بيبقى عرضها عرض اصغر او عرض العمود نفسه، الا في بعض الحالات الخاصه زي الهولو بلوك بتلاقي عرض الكاميرا اكبر شويه من عرض العمود، لكن ما يبقاش العرض ده مترين ثلاثه والعمود 30 40 سنتي، ويبقى كل الكاميرا في الدايركشن الطويل ده سبورتد على ايه؟ العرض الصغير ده. عشان كده بتتولد الكاميرا دي الهيدن بيم دي تحت العمود بالابعاد دي، عرض دي على 2 زائد عرض العمود، يبقى الهيدن بيم دي، والهيدن بيم ديت هي اللي شايله الكاميرا في الدايركشن الطويل. ولاحظ بقى ان الكاميرا الهيدن بيم دي هتشتغل في الدايركشن الطويل، هي بقى اللي سبورت على العمود، كاميرا في الدايركشن العرضي وبتشتغل دبل كانتليفر. بحسب عليها المومنت هنا واطلع لها الايه الحديد بتاعها، بيبقى الحديد سفلي بالشكل ده كده تحت، لان دي بتشتغل مومنت مش بيعمل شد عليها تحت اهو، هي سبورتد على العمود ده، العمود اهو والكاميرا تحت، هتشتغل دبل كانتليفر نتيجه الاستريس اللي من تحت. الحديد بتاعها هو الحديد المنقط ده، ومين شايل مين هنا في القصه ديت؟ حديد العمود اهو، ده حديد العمود بنزله بالشكل ده كده، وده حديد العمود اهو، بيبقى حديد العمود ده شايل حديد الكاميرا الهيدن اهو، والحديد بتاع الكاميرا في الدايركشن الطويل هو اللي تحت، يعني ده القطاع اهو، لو رسمنا القطاع ده حديد الكاميرا اللي تحت اهو اللي نتيجة المومنت ده، ده الحديد اللي تحت اهو، فوقه حديد الهيدن بيم اللي هو ده نتيجة المومنت ده اهو، فوقه حديد العمود، حديد العمود ينزل فوق الكلام ده اهو، حديد العمود ينزل فوق الكلام ده. يبقى ده ترتيب وضع الحديد عشان اللود بيتنقل ازاي، بيتنقل عن اللي هو الاستريس اللي تحت ده بتاع السويل او بتاع البايلز كفورس، يا السويل يا البايل زي ما هناخد حالا، على الكاميرا الطويله ديت اهي اللي هي الكومباين بيم او الكومباين بايل كاب في الدايركشن الطويل اهي، اللي هي سبورتد على التو هيدن بيم، والتو هيدن بيم دول سبورتد على الايه؟ الاعمده في الاخر. يبقى ده الاستراكشر بتاع الكومباين فوت في الدايركشن الطويل كاميرا على التو هيدن بيم اللي بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. اول خطوه في الديزاين بطلعها، بطلع السي جي بتاع الاحمال اللي عندي حمل العمود ده كيو واحد او بي واحد كيو اتنين او بي اتنين، بشوف باخد المومنت حوالين اي نقطه فيهم واطلع مكان المحصله اللي هي كيو واحد زائد كيو اتنين، يبقى عرفت مكان تاثير المحصله. اول خطوه في الديزاين كان في الشالو فاونديشن، اخلي المساحه دي السي جي بتاع المساحه ينطبق على السي جي بتاع اللود، يبقى مفيش اكسنتريستي، يبقى الاستريس تحت القاعده ديت يونيفورم بيساوي كيو 1 زائد كيو 2 على الاريا، ده مفيش اكسنتريستي. نفس الكلام بالنسبه للبايل كومبايند بايل كاب، هعمل ايه؟ اطلع السي جي بتاع اللود
واحاول اخلي اهو السي جي بتاع الحمل ده، الحمل ده اهو، ده السي جي بتاع الحملين بي واحد وبي اتنين او كيو واحد وكيو اتنين، دي المحصلة بي واحد زائد بي اتنين. هروح اختار ده مكان السي جي عرفته، هروح اختار الباي الكاب اهو، يبقى ده السنتر بتاعي اهو، ده السي جي بتاع اللود. هو ارص حواليه الخوازيق لو المساحة متاحة، هشوف النمبر اوف بايل زي ما هنشوف بعد كده، وارص النمبر اوف بايل بحيث يبقى السي جي بتاعهم هو السي جي بتاع اللود. في الحالة دي تبقى مفيش اكسنتريستي على البايل كاب ده، كومبايند بايل كاب، والفورسز في البايل تساوي ايه؟ ها؟ كل الفورسز ديت بتساوي ايه؟ بتساوي حمل مجموع الاحمال ديت زائد وزن البايل كاب، اوزعه بالتساوي على ان، عوض في المعادلة العامة بتاع الفورس في البايل اللي هي بتساوي حمل العمود واحد زائد حمل العمود اثنين زائد الاون ويت بتاع البايل كاب على النمبر اوف بايل. يبقى الفورس في الحالة ديت مفيش مومنت، الوزن بتاع زائد او ناقص الام في واي على اي، القصة ديت مش موجود، يبقى الفورس متساوية في الايه البايز بالشكل ده كده. يبقى دي اول خطوة، ما قدرتش في ظروف، وفي مثلا ده عمود جوار ما انتش قادر ايه، ده عمود جوار اهو ما انتش قادر تعمل الكلام ده. ليه؟ لان عمود الجوار هضطر اعمل ايه؟ في عمود الجوار هسيب مينيمم، ده عمود جوار هسيب مينيمم فاي وابدا احط مينيمم فاي وابدا احط اول باي، يبقى ده اول باي في البلان. السي جي بتاعي مثلا السي جي هنا ما انتش قادر تاخد اهو، السي جي هو هنا محتاج عدد من الخوازيق اكتر، الناحيه دي والناحيه دي، يبقى السي جي بتاع الخوازيق هنا او هنا، سوري اهو، في حاله عدد الخوازيق دول اهو اللي انت محتاجه، يبقى ده السي جي بتاعهم اهو. يبقى المسافه ديت ايه؟ هي الاكسنتريستي اللي هتسبب لي فورس مختلفه في الباي، يبقى ابدا اطلع الفورس المختلفه في الباي. واضح يا شباب؟ خلاص؟ يبقى دي اول خطوه، او استخدم برضو نفس القصه، يا اما ترابزويدال لو في فرق كبير من اللود، برضو عايز اخلي السي جي بتاع الاريا ديت هي السي جي بتاع اللود، يستخدم ترابزويدال كومبايند بايل كاب، او ستيب بالشكل ده كده، برضو وادي السي جي بتاع الحالتين. الدايركشن الطويل هيبقى قلنا هيبقى فيه ايه، الهيدن بيما اهي اللي هي بالشكل ده، وده شكل المومنت اللي بيأثر عليه، ده شكل الكومباين فوتنج اهي لو الفورس فيها متساوية، والسي جي بتاع اللود هو السي جي بتاع مجموع الاحمال، وده شكل المومنت في الدايركشن الطويل اهو الماكسيمم مومنت، وده شكل الشير فورس. وطبعا نفس القصة بنفس الطريقة اللي انت بتشتغل بيها الكومباين فوتنج في الشالو فاونديشن، ان عند السبورت اهو هنا، عند السبورت اللي هو في النص هنا، الشير مجموع الشير ده بيساوي حمل العمود اللي عندي، الشير ده زائد ده هتلاقي حمل العمود، الشير ده زائد ده هتلاقي حمل العمود، برسم الشير فورس دايجرام، وعند الزيرو شير هطلع الماكسيمم مومنت. هنا الماكسيمم مومنت الحديد بتاعه فوق اهو، المومنت اللي هنا الحديد بتاعه تحت، هنا الحديد بتاعه تحت، باقي الحديد في المناطق التانية المينيمم اريا ستيل، يعني حسب قيمتي. المومنت هنا الماكسيمم فوق اهو هطلعه، المومنت هنا هطلع له الحديد بتاعه، المومنت هنا هطلع له الحديد بتاعه، باقي الاريا ديت الحديد بتاعها المينيمم اريا ستيل، باقي الاريا دي المينيمم اريا ستيل، هنا المينيمم اريا ستيل، واشتغل على هذا الاساس. بعد ما خلصت في الدايركشن الطويل اطلع الحديد بتاع الدايركشن الثاني اللي هو بتاع الهيدن بيم العمودي، هقسم اللود ده اهو، الاستريس اللي على الدايركشن ده عباره عن اللود بتاع العمود ده اهو، ها، على الطول ده كله، يديلي
الاستراكشر بتاعه اهو بالشكل ده كده كانك سبورت اهو، ودي الكاميرا اهي وعليها اللود اهو اللي هو حمل العمود على العرض الكلي بتاع الكلام ده. هيطلع المومنت بالمنظر ده كده، هطلع المومنت على وش العمود هنا، على وش العمود اهو نتيجة الاستريس ده، ها، واطلع له الحديد بتاعه اللي رسمته في الدايركشن، يبقى فوق الحديد اللي في الدايركشن الطولي، حديد الدايركشن العرض اهو ده بتاع الهيدن بيم، وبرصه في المسافه دي اللي هي عرض العمود زائد دي على 2 من الناحيه دي ودي على 2 من الناحيه دي، نفس الكلام الناحيه الثانيه، يبقى ده المكان بتاعه. بقيه الحديد المنقط اللي هنا مينيمم اريا ستيل، يعني الحديد اهو ده بتاع الهيدن بيم في الدايركشن ده اللي انا طلعته، وده عرض الهيدن بيم اللي هو عرض العمود زائد دي، ايه زائد دي المسافه ديت ايه، وادي دي. باقي الحديد المنقط اللي هنا ده مينيمم اريا ستيل اهو، ده المينيمم اريا ستيل وما يقلش عن 6 فاي 12 على المتر، ده المينيمم اريا ستيل. بقيه الحديد اللي فوق ده اهو منقط هنا وهنا، كل ده مينيمم اريا ستيل. هنا بتاع الهيدن بيم برضو تحت العمود ده، والباقي ده المينيمم اريا ستيل. يبقى ده التسليح بتاع الكومباين بايل كاب. بالنسبه للبانشنج برضو ده اخطر تشيك هنا، زي ما كان اخطر تشيك في الايزوليتد بايل كاب، برضو هنا في حاله الكومباين فوتين اهو بعمل تشيك على البانش، ودايما باخد الدبس ثابت، فهروح لاكبر حمل في الاعمده واعمل عليه تشيك، الا لو في عمود جار لان القطاع هيبقى ايه صغير بتاع الكريتيكال سيكشن. لكن لو قاعده مستمره بالشكل ده كده وقاعده مستمره من الناحيه دي مفيش جيران، يبقى هعمل تشيك البانشنج اسفل العمود الاكبر في اللود. لو ده شايل 100 طن وده شايل 150، اعمل تحت ال 150 ده تشيك بتاع البانشنج، ولو هو سيف هيبقى سيف تحت العمود الثاني. لكن لو عندي عمود جوار وعمود داخلي بعمل تشيك على البانشنج هنا وبعمل تشيك على البانشنج هنا، لان مساحه القطاع وشكل القطاع في عمود الجوار غير شكل العمود ده حتى لو اللود مختلف. التشيك بتاع البانشنج زي ما خدنا قبل كده اهو، ده الكريتيكال سيكشن البانشنج على بعد دي على 2 من كل ناحيه، وصلت لشكله في البلان، بشوف ايه الفورس الشير بانشنج اللي بيأثر على القطاع ده، هيساوي حمل العمود من فوق زائد وزن البايل كاب في المنطقه دي من فوق ناقص اي بايل او جزء من البايل داخل القطاع ده هطرحه منه، يدي لي البانشنج شير اللي بيأثر على القطاع ده. هقسمه على الاريا بانشنج، الاريا بانشنج قلنا بتساوي ايه الاريا بانشنج؟ بتساوي محيط القطاع، محيط القطاع فين؟ في الدبس، محيط القطاع في الدبس اهو، دي الاريا بانشنج، محيط القطاع في الدبس. وده في حالة لو الدبس بتاع القاعدة ثابت، سلاب طاير او فلات سلاب بالشكل ده كده، سمك واحد دي اس بتاع السلاب. لو القاعدة ديت انفرتد تي سيكشن بالشكل اللي قدامك ده على شكل تي سيكشن مقلوب، في الحالة ديت عندي سمكين، سمك للبلاطة الفلانجة ديت اللي من الناحية دي ودي دي اس اهو، وسمك للكاميرا المقلوبة دي دي بيم اهو، شكلها في البلان اهي، كاميرا في البلان في الحالة ديت بتبقى بالشكل ده كده، ماسكة العمودين دول اهم، كاميرا انفرتد تي بيم بالشكل ده كده، بحيث لو خدت قطاع هنا هيبان ادي الكاميرا وادي الايه البلاطه من تحت انفرتد تي بيم، وده العمود ممكن يبقى عرض الكاميرا هو اكبر من عرض العمود او يساوي عرض العمود، غالبا يا يساويه زي هنا كده او ممكن يبقى العمود اصغر من عرض الكاميرا دي. في الحاله دي البانشنج هيحصل ازاي؟ البانشنج زي ما قلنا بيخترق، انا عايز اعمل تشيك لو هي دي بلاطه عاديه سمك واحد في سلاب تايب، وادي الحمل اللي عندي بشوف السمك ده اللي هيخترق،
لو السمك ده مش كافي يبقى الحمل ده هيخترق السمك ده. نفس القصة هنا، بس هنا عندي سمكين زي ما قلنا، سمك للبلاطة وسمك للقمر. فوانا بطلع القطاع هعمل ايه؟ اهو هشوف القطاع الكريتيكال قلنا على بعد دي على 2، بس انا دي على 2 من وش العمود. لو العمود اهو هنا في المنطقة دي اللي هي اللي باللون اللبني ده، السمك اللي هخترقه ايه؟ سمك الفلانجة اللي هي دي اس، السمك الصغير. يبقى هطلع مسافة دي اس على 2 من الناحية دي، زيها الناحية التانية دي اس على 2 من الناحية دي. يبقى الطول ده كله عبارة عن بي عرض الكاميرا او عرض العمود في المنطقة دي زائد دي اس من ناحية على 2 من الناحية دي ودي اس على 2 من الناحية دي، يبقى ده العرض كل بتاع القطاع. تعال نشوف من الناحية التانية، الناحية التانية دي هنا في المنطقة دي الدبس اللي هخترقه قد ايه؟ ها؟ الدبس بتاع الكاميرا في المنطقة دي، الدبس اللي الحمل ده هيخترقه هو الدبس بتاع الكاميرا دي دي بيم. يبقى هطلع من الناحية دي دي بيم على 2 ومن الناحية دي دي بيم على 2، يبقى العرض ده اهو ايه زائد دي بي دي بيم على من ناحيتين. خلاص، يبقى ده الكريتيكال سيكشن للبنش في حالة الانفيرتد بيم، عرضها هو عرض العمود اهو الانفيرتد تي اهي، وعرضها هو عرض العمود. ده شكل الكريتيكال سيكشن. فهمنا القصة دي، قلنا اللود بيخترق اني سمك واطلع الدبس بتاعه، بيخترق سمك كبير هطلع الدبس بتاع السمك الكبير، بيخترق سمك صغير هطلع الدبس بتاع السمك الصغير. كمان مش كده بس، عرفت شكل الايه الكريتيكال سيكشن للبانشنج. الاريا بانشنج بقى اللي بعوض بيها في المعادله ديت، انا عرفت الكيو بانشنج. الكيو بانشنج في الحاله دي هتساوي ايه؟ حمل العمود من فوق زائد حمل الاريا ديت في سمك القعده زائد الاريا دي بتاع الكاميرا اللي هي في المنطقه ديت في فرق السمك. ده الحمل اللي بيأثر من فوق، زائد ناقص لو في بايل داخل القطاع او جزء من حمل البايل داخل القطاع، ده بيأثر ايه من تحت، يبقى دي الكيو بانشنج. بينما الاريا بانشنج ديت اللي هيحصل لها اختراق عباره عن ايه؟ قلنا في السلاب تايب ديت عباره عن المحيط بتاع القطاع، كان المحيط بتاع القطاع مضروب في الدبس. طب هنا عندي دبسين، اخد كل طول في الدبس بتاعه، الطول ده هيخترق انهي دبس؟ الدبس الصغير في دي اس. يبقى الطول ده اهو اهو الطول ده زائد ده زائد ده في الدبس الصغير دي اس، واضربه في 2 لانه من الناحيه الثانيه كمان، زائد الطول ده اهو في الدبس الكبير اللي هو بتاع الدي بي، ده هيخترق الدي بي. الطول ده ها واضربه في 2 لانه من الناحيه الثانيه. لو شفت الكلام ده هتلاقي الاريا بانشنج اهي، ما تحفظهاش افهمها. قلنا كل طول في ايه؟ في الدبس بتاعه، كل طول، طول ده في الدي اس، طول ده في الدي اس، طول ده في الدي بي، طول ده في الدي بي، يبقى دي الاريا بانشنج اللي عوض بيها. القصه دي طلعت سيف خلاص؟ ها؟ ده برضو نفس الايه نفس الكلام، لو عرض الكاميرا اكبر من عرض العمود برضو الاختراق هنا برضو هي هيطلع نفس الكلام، لان الاختراق هنا في الدبس الكبير والاختراق هنا هيبقى في الدبس الايه الصغير، هيطلع نفس المعادله اللي فاتت. وده زي ما شرحت قبل كده في الدايركشن العرضي ازاي اطلع الهيدن بيم او ترانسفيرس دايركشن. وده شكل الحديد اهو زي ما انت شايف، ده الهيدن بيم وده حديد العمود وده الحديد اللي في الدايركشن الطويل. بقيه الحديد المنقط في كل الاتجاهات دي فوق او تحت، فوق في شبكه وفي تحت في شبكه، حديد المنقط الثاني ده كله المينيمم اريا ستيل. وده شكل التسليح بتاعه، وده شكل القواعد في الطبيعه وشكلها في البلان اهو، ودي شكل الخوازيق تحتيه. ده العمودين دول مدورين اهم، وبعدين خوازيق منقطه تحت ايه القعده. ده شكل
ترابزويدال برضو كومبايند باي الكاب اهو الرصه بتختلف والسيجي بتاع الخواسيق ماليش دعوه بقى بالايه بشكل الباي الكاب السيجي بتاع الخواسيق اخد اي ديتم ها اهو واخد المومنت حواليه يبقى الثلاثه في المسافه دي زائد الثلاثه دول في المسافه دي زائد الاثنين دول في المسافه دي زائد واحد في المسافه على مجموع الخوازيق يدي لك بعد السي جي عن المحور ده في النص طبعا في تماسك هيبقى ادي مكان السي جي بتاعي اعرف لو مجموعه الخوازيق دي رصتها حوالين السي جي يبقى الفورس في البايل دي متساويه بتساوي كام بتساوي مجموع احمال العمدان زائد وزن البايل كاب على عدده لو في ترحيل يبقى في ايه مومنت وده شكل المومنت في الدايركشن الطويل والمومنت في الدايركشن الطويل وده شكل الشير بياخد الشكل ده كده بيبقى كيرفتشر مش خطوط مستقيمه عشان العدد بيقل في الدايركشن اللي انت شايفه ده كده خلاص يبقى كده ديت الكومبايند فوتو حد له فيها اي سؤال واضحه لغايه هنا يا شباب ان شاء الله تبقى واضحه ناخد الجزء الثاني اللي هو الاستراب بيم الاستراب بيم ده نوع برضو من انواع الكومباين فوتين بس ديت وظيفتها انها بتربط عمود جار بعمود داخلي ساعات بيسموها كانتليفر فوتين استراب بيم كومباين باي كاب اهو بيبقى عندي جار وادي العمود بتاعي اهو هضطر اربط البايل كاب ده اهو ايا كان عدد الخوازيق اللي فيه ببايل كاب داخلي اهو ايا كان عدد الخوازيق اللي فيه بكاميرا بالشكل ده كده دي اللي بسميها الاستراب دي شكلها اهو في الطبيعي ساعات يسموها كانتليفر فوتي لها اشكال مختلفة اهي دي في الشارو فاونديشن الستراب بيم او ستراب بيم في حالة الديب ديب فاونديشن على باي وتاخد الاشكال المختلفة ديت اهي الكاميرا ديت ممكن يبقى عرضها عرض العمود او اعرض من العمود ممكن يبقى الدبس بتاعها ثابت ها او الدبس متغير اهو دبس متغير يا دبس ثابت يا دبس متغير يا عرض ثابت يا عرض متغير كل الحالات ديت وارده في التصميم ما فيهاش اي مشاكل نفس الكلام بالنسبه للكومباين استراب بين على بايلز اهو تاخد الاشكال دي المختلفه دي. القطاع بتاعها بالمنظر اللي انت شايفه ده كده ممكن يبقى متغير الدبس او دبسه ثابت ده شكل ايه الاستراب بين تصميم الاستراب بين دي في الفاونديشن اشرحه لك كانك بتصممه لايزوليت لشالو فاونديشن ونشوف الكلام ده هنطبقه ازاي في حاله الاستراب على باي في حاله الشالو فاونديشن بيبقى عندي عمود اهو وادي عمود جار وادي قاعده بالشكل ده عمود جار اهو وده عمود ثاني داخلي هربطه ببعض القاعده ديت والقاعده ديت بالاستراب الاستراكشر بتاع الكلام ده لو ده بي واحد وده بي اتنين الاستراكشر بتاع الكلام ده بيشتغل كده ده العمود بتاع الجار بي واحد وده العمود الداخلي بي اتنين المسافه بينهم دي ال انا عارفها خلاص العمود ده هو بحطه على القاعده بالشكل ده كده في السي جي يبقى دي السي جي بتاع القاعده
ده مكان العمود. العمود ده بحطه في قاعدة بالمنظر ده كده. السي جي بتاعها اهو مترحل مسافة عن السي جي بتاع العمود. المسافة دي اللي هي الاكسنتريستي اي. يبقى السي جي بتاع القاعدة تحت اهو وادي السي جي بتاع العمود. المسافة ديت اللي هي الاي. المسافة ديت تبقى ال ناقص اي. خلاص؟ واضحة؟ هنا هطلع ده الرياكشن اسميه ار 2 وهنا الرياكشن اللي على القاعده دي اسميه ار 1. خطوات التصميم، انا بصمم دلوقتي شالو فاونديشن على ستراب بي. خلاص، خطوات التصميم باخد اول محاوله فيرست ترايل. فيرست ترايل المحاوله الاولانيه هاخد حمل العمود ده اهو، طلع مساحة القاعدة ديت الأولانية، اريا واحد هتساوي حمل العمود بي واحد مضروب في واحد واحد من عشرة على الكيو اللاوبل للصويب، هيطلع مساحة كذا متر مربع. هروح اختار القاعدة ديت، هروح اختار القاعدة ديت طول في عرض بي واحد في ال، وادي العمود طلع مثلا 6 متر مثلا، يعني اروح اختارها 2 في 3 متر، ودايما اخد العرض الصغير ده العمودي على الجار، ما اعكسش، ما اخدش دي 3 على 2 عشان ما ازودش الاكسنتريستي. واضح؟ خلاص؟ يبقى اخترت المساحه ديت. اول ما اختار المساحه ديت هقدر اطلع الاكسنتريستي. المسافه دي اعرفها بقى اهي اللي هي الاي دي، اقدر اطلع الاي دي. عرفت الاي اعوض هنا، الاي دي بقت معروفه والمسافه دي معروفه، اقدر اطلع من الاستراكشر ده اقدر اطلع ار 1. ار 1 هتطلع اكتر من بي 1 من الاستراكشر، يعني لو ده 100 طن وده 150، ها ار 1 دي هتطلع مثلا 110 120 حسب قيمه اي، ما تطلعش قد البي واحد ولا اصغر منها، لا تطلع اكتر. الكاميرا دي بتضغط الناحيه دي وتشد الناحيه دي، وار 2 دي هتطلع اصغر من ال 150، تطلع 120 130 حسب قيمه البي. طلعت من هنا ار 1، اروح اعمل سكند ترايل المحاوله الثانيه، اعمل فيها ايه؟ اطلع نفس المساحه بتاع القاعده واحد بس عن طريق الرياكشن ار 1. ده في الاول كان كام؟ 100 طن. طلع مساحه زي دي، ده هيبقى 110 120 طن اكتر، يعني واحد واحد من عشره على الكيو اللاوبل للصويب. هتطلع المساحه دي اكتر من ال 6 متر، تطلع مثلا 6 و 4 من عشره متر مربع. بس هروح اختار نفس القاعده دي، اثبت العرض ده اهو وازود الطول ده 3.2 من عشرة. ثبت العرض ده ليه؟ عشان اثبت الاكسنتريستي دي. طالما الاكسنتريستي دي ثابته يبقى الار دي مش هتتغير، ار واحد دي مش هتتغير، وار اتنين مش هتتغير، وما تدخلش في دولو. كل ما هتغير الاكسنتريستي كل ما هتغير الاستراكشر ده وهتغير الفورسز اللي هنا. لا، انا زودت الطول في الدايركشن الثاني وثبت العرض ده، هتطلع المساحه ديت هروح اختارها زي ما هو 2 في مثلا 3.2 من عشرة. خلاص، بعد كده هروح اختار الاريا مساحه القاعده 2 بتساوي الار 2 اللي انا مطلعها اللي هي اصغر من بي 2 برضه في 1.1 من عشرة على الكيو اللاوبل للصلب، تطلع المساحه كذا متر مربع. هروح اختارها بقى دي قاعده زي ما بنختار القواعد عادي خالص، مفيش مشكله، حسب شكل العمود اللي هنا. لو مربع اختارها قاعده مربعه، لو مستطيله اختارها قاعده مستطيله، زي ما تطلع 3 في 3 ونص زي ما تطلع حسب الاريا اللي عندي. ماشي، الخطوه اللي جايه بقى عشان اتحقق ان الكلام ده سليم، لازم ده شرط اساسي في حل الاستراب بيم ديت او الاستراب فاونديشن دي، ان السي جي بتاع اللود
بي 1 زائد بي 2 وده اقدر اطلعه اخد المومنت حوالين اي نقطه هنا حوالين المحور ده عباره عن البي 1 في المسافه دي زائد البي 2 في المسافه دي على بي 1 زائد بي 2 يدي لي بعد المحصله ديت اكس بار عن المحور ده. لازم مركز ثقل الاحمال ده ينطبق على مركز ثقل الاريا ده اهي والاريا دي بتاع القاعده. هطلع مركز ثقلهم ازاي؟ المساحات القواعد دي اروح اختار الاريا اهي الاريا دي طول في عرض يبقى دي الاريا في بعد السي جي بتاعها عن الخط ده يبقى الاريا واحد في المسافه بتاعتها السي جي بتاعها عن الخط ده زائد الاريا 2 اللي هي الطول في العرض ده الاريا 2 في بعد السي جي بتاعها عن الخط ده على الاريا 1 زائد الاريا 2 يطلع لي بعد السي جي بتاع الاريا. الاريا 1 زائد الاريا 2 ده مكان تأثير مركز ثقل المساحتين دول المساحه دي والمساحه دي من الخط ده اللي هو اكس بار 1 لازم ده يساوي ده اهو والا القصه ديت او الاستراكشر ده مش هيشتغل وهيبقى فيه انستيبل كونديشن ولازم تعيد ثباتك تاني. واضح؟ يبقى ده اهم شرط لتصميم الاستراب ان السي جي بتاع اللود ينطبق على السي جي بتاع الاريا بتاع القواعد اللي هشيل الكلام ده اللي لازم احققه الشرط ده في الاول قبل ما ابدا اكمل تصميم الاستراب دي. تعال نشوف الكلام ده في البايل فاونديشن ايه اللي هيختلف في البايل فاونديشن. بدل الجيو اللاوم للسويل دي هشيلها احط بدلها ايه؟ ها؟ كيو ايه؟ اللاوبل للبايل هيطلع هنا كام بايل مش مساحة بقى ان عدد خوازيق يطلعوا مثلا 2.2 يبقى اختارهم كام؟ 3 بايل. اروح اختار 3 بايل اروح اختار القصة ديت اهو 3 بايل ثلاثة بالشكل ده كده وطالما جوار يبقى مينيموم المسافة دي فاي من الجوار. ادي العمود اهو بتاعي في النص وعرفت دول ثلاثة بايل اهم هقدر اطلع الايه؟ الاكسنتريست يبقى دي المسافة دي الاكسنتريست. خلاص؟ عرفت الاكسنتريست هروح اعوض الشكل ده كده واطلع ار واحد. طلعت ار واحد هتطلع اكبر من بي واحد اعوض في السكند ترايل. بدل الكيو اللاوبل هنا هتبقى الكيو اللاوبل للبايل هيطلع النمبر اوف بايل كام؟ اكتر من الرقم ده. لو طلعوا لغايه 2.9 او 3 ازيد من ده خلاص انا اخترت 3 بايل من الاول يبقى الاي ثابته مفيش مشكله. واروح اكمل الحل برضو نفس الكلام اطلع النمبر اوف بايل للقاعده الثانيه من ار 2 لان اقدر اطلع ار 2 اللي هتطلع اصغر من ايه؟ 150 على الكيو اللاوبل للبايل هيطلع النمبر اوف بايل اروح اختار النمبر اوف بايل هنا باي طريقه زي الايزوليتد بايل كاب ما خدناها قبل كده. افرض الرقم ده طلع اكتر من 3 الرقم اللي هنا ده هو طلع اكتر من 3 انا عايز 4 بايل يبقى الرصه دي مش ايه؟ مش هتنفع. خلاص؟ يبقى الاكسنتريستي في الحاله دي هيحصل لها ايه؟ تتغير اهو هيبقى رص 4 بايل بالشكل ده كده والاكسنتريستي هتتغير. هعيد الكلام ده واطلع الايد جديد في الحاله دي يبقى في ايه؟ اكسنتريستي جديده واروح اغير الكلام ده هنا تاني واطلع ار 1 واعيد القصه دي لغايه ما اوصل من المرحله الثانيه من السكند ترايل دي ان نفس الرصه دي بحيث ما غيرش الايه؟ الاي هنا. واضح؟ وصلت دي خلاص؟ طالما الاي ثبتت في الحاله ديت اكمل بقيه الحل بالطريقه اللي احنا خدناها. بنفس الطريقه برضو هحل الكاميرا ديت. ده شرح الكلام ده ازاي اخلي
السي اس جي بتاع الجروب اوف بايل بقى التشيك اللي هعمله. هشوف بقى السي جي اخترت هنا 3 بايل وهنا 4، هاخد المحور ده واخد العزوم حواليه، 3 بايل دول في المسافه بتاعتهم، الاثنين بايل دول في المسافه بتاعتهم، الاثنين بايل دول في المسافه بتاعتهم على النمبر اوف بايل على 7 في الحاله دي، يديك بعد مش الاريا بقى بتاع القاعده، بعد السي جي بتاع البايلز ديت كلها اهو، الجروب اوف بايل اهو لازم ينطبق على السي جي بتاع اللود، والا الحل ده مش هيبقى متسق. شرح الكلام ده بالمعادلات اهو. خلصت القصه ديت، ابدا احل الكاميرا في الدايركشن الطويل دهوت، كاميرا سبورتد على العمودين، العمودين دول اهو بتبقى في الدايركشن الطويل دي، كاميرا سبورت هنا والسبورت هنا، والكاميرا دي لو مديتها في الدايركشن ده هو ممكن امدها لنهايه البايل كاب او نهايه القاعده في الدايركشن ده، ممكن تقف عند العمود هنا بس، في لها كذا اوبشن، هنشوف ايه الفرق بين ده وده حالا. خلاص احل الكاميرا في الدايركشن الطويل ده وارسم المومنت في الدايركشن الطويل اهو، ده الشير والماكسيمم مومنت بيبقى عند الزيرو شير، نفس القصه اللي هي خدناها في الشالو فاونديشن، ده شكل المومنت اللي عندي اهو، الزيرو شير عنده الماكسيمم مومنت بيبقى فوق في الكاميرا، والتسليح الرئيسي بيبقى فوق في الكاميرا، هشوف هوريه لك في القطاع ده، ده تسليح الكاميرا في الدايركشن الطويل، كل دي اشكال مختلفة. حليت الكاميرا في الدايركشن الطويل ده والكاميرا في الدايركشن الطويل ده سبورتد على العمودين، بحلها ككاميرا عادية خالص، ها عليها الرياكشن اللي هو عند القاعدة ديت، والرياكشن اللي عند القاعدة ديت الاون ويت بتاعها ممكن اهمله، والرياكشن ده ياخده كونسنتريتد يركزوا على الاريا دي. في حالة القواعد كان بيبقى بالشكل ده كده يونيفورم اهو، في حالة القواعد، في حالة البايل كاب ممكن اركز الفورس، الاثنين البايل اللي هنا دول اركز الفورس هنا، الاثنين بايل اللي هنا دول اركز الفورس هنا، خلاص؟ نفس الكلام هنا حاسه بالنمبر اوف بايل اللي موجوده، لو 4 بس يبقى 2 الناحيه دي و2 الناحيه دي، وده سبورت العمود من هنا وده سبورت العمود من هنا، برسم الشير والمومنت هنا، المومنت تحت وبعدين بيقلب هنا اهو فوق عند الزيرو شير، ده الماكسيمم مومنت. ده الكاميرا في الدايركشن الطويل. يفضل القعده او البايل كاب، القعده او البايل كاب، القعده بتاعت الجار ديت بصممها على انها دبل كانتليفر، البايل كاب ده اهو دبل كانتليفر سبورتد على اهو على الكاميرا اللي هي الاستراب بيم دي، يعني ده البايل كاب اهو وادي الكاميرا هيشتغل دبل كانتليفر، هاخد كريتيكال سيكشن للمومنت اهو احسب عليه المومنت. في الحاله دي المومنت هنا بيساوي ايه؟ المومنت على ده من تحت اهو، الفورس في البايل ديت في المسافات بتاعتها يديك مومنت من فوق بس، ودايركت ما باخدش مومنت تاني، بعتبرها دبل كانتليفر لان اللود بتاع العمود ده خلاص خدناه في الدايركشن بتاع الكاميرا ديت في الدايركشن الطويل. هي الفلانجه ديت بتاعت البايل كاب ده او القعده ديت برضو بتشتغل دبل كانتليفر في الدايركشن ده، والحديد الرئيسي بيبقى عمودي على القطاع ده، وفي الدايركشن ده المينيموم اريا ستيل. واضح؟ نفس الكلام هنا، طالما الستراب بيم مدتها لاخر القعده كده او لاخر البايل كاب يبقى هتشتغل البايل كاب ده هو هيشتغل دبل كانتليفر في الناحيتين، ده الكريتيكال سيكشن للشير على بعد دي، ده الكريتيكال سيكشن للمومنت على وش الكاميرا. هحسب المومنت هنا واحط الحديد عمودي عليه، ده الحديد الرئيسي، والحديد في الدايركشن ده هيبقى المينيموم اريا ستيل. لو الكاميرا دي الاستراب دي وقفت لغايه هنا بس عند العمود زي الحاله اللي وريتها لك قبل كده اهي، هنا الحالة دي وقفت فينا حتة اهي، وقفت هنا خلاص، يبقى برضو القعدة دي في الدايركشن ده هو هتشتغل، هحسب قطاع للمومنت هنا واطلع له الحديد اللي هحطه في الدايركشن ده، يعني في البلان هتبان بالشكل ده كده
الكاميرا دي ما مشيتش للاخر. طبعا يفضل انها تستمر لاخر القعده او اخر الفايب كاب، ده الاحسن. ما مشيتش ووقفت هنا، يبقى هتصمم القطاع ده برده على المومنت اللي في الدايركشن ده، وتحط له الحديد العمودي ايه عليه. واضح يا شباب؟ خلاص ده شكل المومنت اهو، وادي شكل الفورس في البايل، فورس في البايل، شكل الشير والبن المومنت في الدايركشن الطويل، ديزاين بتاع الاستراب. برسم بقى القطاع والبلان، البلان هو ده الحديد الرئيسي، وده المينيموم اريا ستيل 5 او 6 في 12 في المتر، ده 5 او 6 في 12 في المتر المينيموم، وده الحديد الرئيسي بتاع البايل كاب. حديد الاستراب بين اهو، ده القطاع بتاعها اهو، بتبقى الحديد الرئيسي فوق اهو، والحديد اللي هنا تحت اهو، والباقي ده المينيموم اريا ستيل. وبعملها برضو لو الدبس كبير بحط حديد الشرينكج والقصص اللي انتوا عارفينها والكلام. وممكن على فكره اكسح من الحديد ده، كاميرا عاديه ممكن اكسح الحديد ده وانزله يشتغل معايا في المومنت اللي تحت، يعني ممكن تاخد اربعه من هنا اشغلهم معايا هنا واخف الحديد ده. تسليح كاميرا خرسانه عادي خالص، ده شكل برضو قطاع تاني للستراب بين في البلان وفي القطاع بتاعها، شكلها الايزومتريك بياخد الشكل ده كده، تبقى ماسكه الدبس من تحت اسفل القعده دي البايل كاب ده، واسفل البايل كاب ده، او اسفل القعده دي والقعده دي، ده شكل الستراب دي. ساعات لما يبقى حمل ده كبير شويه ممكن اربطه بعمودين بالشكل ده كده، اقسم اللود على العمود ده والعمود ده، يبقى باخد نص اللود هنا تقريبا والنص الثاني الناحيه الثانيه. برضو لو عمود كورنر جار ياخد الاستراب بتاعه على المايل واربطه بعمود داخلي، او استراب الناحيه دي واستراب الناحيه دي، كل دي اشكال مختلفه للاستراب دي. وده شكل المومنت والشير بتاعها، ده العمود الكورنر اهو، باخد استراب الناحيه دي واستراب الناحيه دي، او استراب دياجونال في الدياجونال بالشكل ده كده. ده شكل الاستراب بيه كده. خلصنا تصميم البايل كاب. اخر حاجه اللي هي البايلد على رفت، خد فكره عنها بس، مش عايزك تعرف منها الا لما يبقى عندي رفت على بايل، ما بصممهاش زي الشل فاونديشن رفت شايله الاستريس بتاع السويل. هنا الاستريس في ناس بتشيل الخوازيق كل الاستريس، وفي ناس بتشيل الرفت جزء من الاستريس قد ايه، وقصه ديت ما تقدرش تحلها بايدك، ديت لازم احلها ببرنامج سوفت وير عشان اطلع قد ايه السويل ديت شايله الرفت، شايله جزء من اللود، والبايل شايل جزء تاني. ده اللي عايزك تعرفه، والتفاصيل بتاعتها اهي موجوده عندك في البي دي اف فايل. البايل درافت مش مطلوبه منك، مش هيجيب لك مساله في الامتحان اقول لك صمم لي بايل على درافت، لا، ده قصة طويلة عريضة، بس اعرف الفكرة ان في جزء من اللود بيتنقل للرفت غصبا عنك، وفي جزء بيتنقل للبايل. وفي الاتجاه الحديث دلوقتي ساعات يعملوا رفت وبايل، بس البايل مش متصلة بالرفت، كأنها خوازيق بتحسن السويل اللي تحت، امبروفمنت للسويل. يبقى مجموعة خوازيق اهي ومفيش فينها اتصال بين والرفت خالص، بحيث انها حسنت السويل اللي تحت. صحيح بتشيل جزء من اللود الاسترس اللي بيروح للسويل، لكن برضو دي تصميمها لازم تحلها باستخدام برامج الحاسب الآلي. ودي اسمها كومباين بايل رافت فاونديشن، كومباين بايل رافت فاونديشن، جزء من الخوازيق والرافت بيشتغلوا مع بعض، او البايل كلها هي اللي بتشيل اللود فالأسوأ الفروض، ويفرض ان الرفت هنا لو التربه دي ضعيفه جدا ما بتشيلش اي احمال، يبقى بنقل الحمل كله عن طريق الخوازيق. دي اشكال مختلفه للفاينات اليمنت، التصميم باستخدام الفاينات اليمنت لبايل رفت، ممكن تطلع عليها، دي بعض الديتيلز المختلفه للبايل. اخر جزء ازاي احسب البايل سبورت كوست، عبارة عن البايل كوست تكلفة البايل خازوق على الالاوبل بايل لود،
خازوق بيتكلف مثلا الواحد بيتكلف $1,000 مثلا على حمل البايل القلاوه 100 طن، يبقى 1000 على 100 يطلع ده البايل سبورت كوست. بيقارن مثلا هو بايل ب $1,500 القلاوه واللود 50 طن، يبقى 1500 يبقى عندي $30 للطن. بينما لو بايل بالشكل ده تكلفته $3,000 حمولته 150 طن، يبقى تكلفه تحميل او البايل سبورت كوست هنا اقل $20 للطن. وهكذا في كذا معادله كده عندك اللي هي الكاب كوست كمان على الديزاين كولوم لود، دي اسمها كاب سبورت كوست. في الكولوم سبورت كوست كله بيساوي البايل كوست زائد سيجما بايل كوست على الديزاين كولوم فلود، كل الاحمال اللي على الاعمده اللي شايلها المنطقه كلها. الاوبتيمم الاوبل بايل لود يساوي الديزاين كولوم لود على المينيمم ريكوايرد نمبر اوف بايل، اقل عدد من الخوازيق. وده برضو السيستم سبورت كوست عباره عن سيجما ديب فاونديشن سيستم كوست على الكولوم ديزاين لود. دي كلها معادلات تساعدك ازاي تحسب تكلفه المشروع. حد له اي اسئله؟ شكرا، كل سنه وانتم طيبين.